فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أذن المؤذن لصلاة الصبح حسب تقويم أم القرى. يقول: أذن المؤذن لصلاة الصبح حسب تقويم أم القرى، والمسجد على طريق، وقد أقام الصلاة بعد 5 دقائق، فرأيت أنه قد بكر جدا، فقمت بإعادة الصلاة بعد ذلك، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ما هو صحيح. إذا كان المؤذن أذن على طلوع الفجر وصليت بعد طلوع الفجر فصلاتك صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا، لكن لاحظوا أن التقويم ما هو على حد سواء، يراعى فارق التوقيت، توقيت البلد خاص بما حوله، أما إذا تباعدت المسافات يكون هناك فارق توقيت، لازم يلاحظ هذا. الرياض له توقيت، والقصيم له توقيت، والجنوب له توقيت، يلاحظ هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.